كاب اف ام الكلمه ليك ويزم قرارات في الاتجاه. عبد العزيز المزوغي كانك تطحف النار الان على قيادات نداء تونس. علاش؟ خلينا نقول هنا بالطريقه هذه، تقولوا انه الماكينه ماهيش حاضره، تقولوا انه الجستيون الى حد ما فرديه، خلي ما نقولوش ديكتاتوريه، تقول اللي مسؤول على الماكينه والبروباغاند وخاصه العمليه الانتخابيه ماهوش كفؤ لهذا اللي هو سي فوز اللومي، يعني ماهوش نوع من التموقع داخل الحزب وتو بديت تحكي كما قلت خارج الحزب. تشوف لو فو معناها تحب تولي ان ديبا بوبليك شنو؟ اي انا نحب ان ديبا بوبليك. اليوم الطالب ديبا بوبليك على الحكم داخل ديبا بوبليك. يلزم الناس تعرف اللي فما، انا في اعتقادي اللي يلزم في الحزب فما اولا التيارات، لانه حزب كبير ما يجيش بلاش تيارات، ما عادش تجي، ما عادش انه حزب مونوليتيك كما كانوا يقولوا بكري، معناها كي الاحزاب الشيوعيه المنظمه قبل او كي حتى كي حزب الدستور كيفاش كان منظم، يلزم دي كورون ريكوني وكي سيكسبريم شبيه ماهوش عيب. احنا داخل النداء تونس ونداء تونس جبهة، راهو ماهوش هو الـ 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 من الناحية الشكلية حزب، ولكنه جبهة، هو جبهة نتاع قواه، وراهو في الجبهة. سي الباجي البارح يذكر فيهم يقول اتسيترا، هما يعني جيسبير كو سي با بار اوردر دو ميريت اتسيترا، ومن بعد التجمعيين ومن بعد النقابيين واليساريين ومن بعد المستقلين. لكن المهم في نداء تونس انه جاب للسياسة ناس ما كانوش يعملوا في السياسة، جاب للسياسة ناس ما كانوش يهتموا بالسياسة، خافوا من الوضعية وشافوا الهجمة الشرسة اللي قايمة بها تركيا وحركة النهضة، جاوا للسياسة. هذوكم مهمين، هذوكم أهم، والمستقلين مهمين، راهو هما شوية فما، لأنه راهو اللي يسخيل أنه التجمع هو قوة ضاربة وكذا، مو صحيح. التجمع راهو حزب سلطة، حتى من الرخوة ترخاء كان يخدم بالسلطة، كان تجمع منظم بالسلطة، كانت الشرطة معاه والديوانة معاه والبلدية معاه والإدارة معاه، توا يلزمو يخدم أكونتر كوران، هو هذوما ضده. سي بور سا اللي الناس اللي تسخيل أنه يكفي أنه نلمو التجمعيين كومبوزونت اسونسييل، واحنا قابلينها كما قلت لك، رغم اللي احنا عندنا احترازات عليهم عندي قابلينهم، لكن سي اون كومبوزونت. إذا كانت زيغ على الوحدة وتحب تهيمن، راهو الحزب ما عادش يمشي. كاب اف ام الكلمة ليك.